يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها هنا نوع المد، مد منفصل جائز يمد 4 أو 5 حركات. يا أيها الألف هنا من الطبيعي في حالة الوقف، أما في حالة الوصل يحذف وذلك لمنع التقاء الساكنين. الذين آمنوا، آمنوا هنا مد بدل، تقدمت الهمزة على حرف المد بمقدار يمد بمقدار حركتين. آمنوا أيضا هنا الواو في حالة الوقف من الطبيعي بمقدار حركتين، أما في حالة الوصل يحذف وذلك أيضا لمنع التقاء الساكنين. الساكن الأول هي الواو والساكن الثاني هي التاء، إذا ننطقها آمنوا اتقوا، آمنوا اتقوا، آمنوا اتقوا. أيضا اتقوا الواو أيضا هنا في الوقف من الطبيعي بمقدار حركتين، أما في حالة الوصل أيضا تحذف وذلك لمنع التقاء الساكنين. اتقوا الله، لام لفظ الجلالة هنا مفخم، وآمنوا هنا ننتبه للميم هنا مكسورة، الميم الأولى في كلمة يا أيها الذين آمنوا هنا مفتوحة، أما هنا آمنوا اتقوا الله وآمنوا، الميم هنا مكسورة. وآمنوا الواو هنا مد طبيعي وصلا ووقفا، برسوله يؤتكم هنا مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين من محققات المد الطبيعي. يؤتكم نحقق الهمزة، يؤتكم كفلين، الميم مع الكاف هنا إظهارا شفويا، كفلين الياء ساكنة قبلها مفتوح حرف لين في حالة الوصل، أما في حالة الوقف مد لين يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. من رحمته النون مع الراء هنا إدغام بغير غنة كاملة، رحمته ويجعل هنا مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين، ويجعل الجيم هنا ساكنة شديدا فك شديدها بالقلقلة، ويجعل لكم هنا اللام الأولى خالية من الحركة وجاءت بعدها لام مشددة، إذا لدينا تماثل صغير حكم الإدغام. لكم نورا، الميم مع النون هنا إظهارا شفويا، نورا نقف عليها بمد عوض، أما عند الوصل نورا تمشون، التنوين مع حرف التاء لدينا حكم الإخفاء الحقيقي بغنة مرققة المرتبة العليا. تمشون نأتي ببينية الميم، وهنا الميم بعدها حرف الشين إظهارا شفويا، تمشون به ويغفر هنا لدينا مد صلة صغرى، ويغفر لكم هنا الراء ساكنة قبلها مكسور مرققة في حالة الوصل وفي حالة الوقف. لكم والله، الميم مع الواو هنا إظهارا شفويا ولام لفظ الجلالة مفخم، غفور رحيم التنوين مع حرف الراء إدغام بغير غنة كاملة، رحيم الياء في حالة الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتين، وفي حالة الوقف مد عرض للسكون يمد حركتين أو 4 أو 6 حركات، ونقف ببنية الميم. هنا أيضا رحيم إذا وصلناها رحيم لئلا، رحيم لئلا التنوين مع حرف اللام، هنا إدغام بغير غنة كامل. لئلا الألف هنا من الطبيعي وصلا ووقفا، يعلم العين هنا نأتي لها بالبينية، يعلم أهل الكتاب هنا أهل الكتاب حركت اللام الأولى بالضم لمنع التقاء الساكنين. الكتاب لام قمرية مظهرة. ألا الألف هنا من الطبيعي وصلا ووقفا، يقدرون القاف هنا ساكنة شديدا فك شدتها بالقلقلة، الراء مفخمة، الواو في حالة الوصل من الطبيعي وفي حالة الوقف مد عارض للسكون. على الألف هنا من الطبيعي وصلا ووقفا،
شيء، في كلمة شيء الياء هنا ساكنة قبلها مفتوح، حرف لين في حالة الوصل ومد لين في حالة الوقف. شيء من التنوين مع حرف الميم، إدغام بغنة كاملة. من فضل النون مع الفاء، إخفاء حقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى. فضل الله، لام لفظ الجلالة هنا مرقق سبقه كسر. وأن نأتي بغنة النون المشددة أكمل ما تكون. الفضل، لام هنا لام قمرية مظهرة. الضاد هنا نأتي لها بالرخاوة والاستطالة والإطباق والاستعلاء. الفضل لازم نفصل الضاد عن حرف اللام، اللام مرقق. بيد الله، هنا لام لفظ الجلالة أيضا مرقق سبقه كسر. يؤتيه، نأتي بتحقيق الهمزة. يؤتيه من يشاء، النون مع الياء إدغام بغنة ناقص. يشاء، هنا يشاء والله مد متصل واجب، يمد 4 أو 5 حركات في حالة الوقف، يمد 6 حركات جوازا. والله لام لفظ الجلالة مفخم، ذو الواو عند الوقف عليها مد طبيعي بمقدار حركتين. أما في حالة الوصل ذو الفضل، إذا هنا تحذف الواو لمنع التقاء الساكنين. العظيم، اللام هنا لام قمرية مظهرة. الظاء هنا مفخمة، الياء في حالة الوصل مد طبيعي بمقدار حركتين، وعند الوقف مد عارض للسكون بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. ونقف ببينية الميم العظيم. بارك الله فيك وأحسن الله إليكن ورزقنا الله الإتقان في تلاوة كتابه العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.